لم يتقاضى الدكتور عبد المعطي الجابر راتبه منذ شهرين، يعمل بشكل تطوعي في هذا المشفى بريف إدلب الشمالي، مشفى متخصص في رعاية النساء والأطفال بمدينة حارم. تناقصت أعداد المراجعين بعد توقف الدعم من قبل المنظمات الدولية، لم تعد غرف رعاية الأطفال قادرة على استقبال المرضى. تقريبا 7000 مستفيد شهريا، وحاليا موقف الدعم من 4 أشهر عم نعمل تطوعي، ولكن في كلفة تشغيلية عالية وما في شيء بالأفق، فالكادر يعني كله عنده التزامات، وتوقف الدعم عم ضعفة الإنتاجية وضعف الدعم للناس ل 15%. لا يريد أحد هنا تصديق أن هذا المكان قد يغلق نهاية هذا العام بشكل كامل، ما يعني حرمان 200,000 شخص من الخدمة الطبية في هذه المنطقة. يعني عم بيخدم المنطقة بشكل ممتاز، يعني إذا سكر من يصير عندنا عذاب جدا جدا، بدنا نروح على سرمدة أو بالهواء أو عدلي بالمدينة، يعني مشكلة كبيرة للسكان الموجود إذا سكر المشفى. 9 مستشفيات باختصاصات مختلفة توقف الدعم عنها منذ أشهر، لا يختلف الحال كثيرا في مشفى كفرة خاريم بريف إدلب الشمالي أيضا، اختفى الدعم وغاب معه الأطباء والمراجعون في آن واحد، ما زاد من قلق المعنيين هنا من إمكانية حدوث كارثة طبية تتمثل في إغلاق عشرات المشافي خلال المرحلة القادمة للأسباب ذاتها. في المرحلة القادمة إن استمر هذا الانقطاع في الدعم فهناك نحن أمام كارثة صحية حقيقة في شمال غرب سوريا. تأتي الأزمة في وقت يكافح فيه القطاع الصحي في شمال سوريا موجة جديدة من وباء كورونا. ترى المعارضة هنا أن تراجع الدعم عن القطاع الصحي يمثل انعكاسا لصورة أوسع تتعلق بخروج القضية السورية من سلم أولويات المجتمع الدولي، حيث ما زال الملف السياسي يراوح مكانه، لكن لهذا التراجع تبعات خطيرة تمس حياة الملايين ممن يعيشون خارج سيطرة النظام. أحمد سعيد، تي آر تي عربي، إدلب.